زيت الأرجان أو كما يسميه المغاربة الذهب السائل، زيت يستخرج من لوز شجر الأرجان، وهو شجر نادر يتواجد في منطقة جبال الأطلس بجنوب غرب المغرب ويعمر لنحو 200 سنة. اهتمام المغاربة بزيت الأرجان لم يأتي من فراغ، وإنما لخواصه الطبية والغذائية والتجميلية العديدة منذ 100 السنين. ولم يكن زيت الأرجان في الماضي يحظى بالاهتمام باعتباره منتجا ريفيا بسيطا، لكن سرعان ما تزايد الإقبال عليه بعد أن اكتشفت شركات أجنبية كبيرة أهميته في مقاومة الشيخوخة. وفي محاولة منها للحفاظ على تلك الشجرة الثمينة، شكلت وزارة الزراعة المغربية قبل 4 سنوات هيئة لإنقاذ شجرة الأرجان والحفاظ على استمراريتها. الأهداف ديال هذه الرؤية هي أولا إعادة تأهيل غابة أرجان، يعني بالأرقام إعادة تأهيل 200 ألف هكتار ديال غابة أرجان، وكذلك خلق يعني سلسلة جديدة في الأحياء. وحولت زيادة الطلب على زيت الأرجان المناطق المحيطة بأكادير والصويرة إلى خلية من تعاونيات عمالية مخصصة لاستخراج الزيت من لب ثمار شجرة الأرجان، حيث تعمل المرأة لثلاثة أيام بشكل شاق من أجل استخراج لتر واحد من هذا الزيت. المشاكل التعاونية يقدرنها. بدأنا في 2005 بإمكانيات قليلة، المشكلة الحالية تكمن في التسويق، فنحن نشارك مرة واحدة في المعارض بالرغم من تواجد الإمكانيات ومنتوجات في المستوى، لكن يصادفنا عائق التعاونيات الجديدة التي تشارك في المعارض بالرغم من انعدام علامة الجودة وبمنتوجات غير أصلية. ولم تعد نساء البربر في المغرب وحدهن من تتوارثن أسرار زيت الأرجان في الحفاظ على نضارة البشرة وعلاج العديد من الأمراض، بل أصبح هذا الزيت سلعة ثمينة تصدر للعديد من الدول أبرزها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وماليزيا وبولندا.